لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره المؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الولود البدود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رجع عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ جواریہ بنت افضال کو ایک لاکھ مرد کے بازار کے نکاح میں یہ قبول کیا بڑا شوق چڑھ گیا. اللہم علمنا قلوبنا وضمنا سجدتهم وشمرهم وبارك علیہم وآخر منهم ضبیۃ صالحہ. اللہم سجدتهم اللهم الف بين قلوبهم واسلم 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 واس